بسم الله الرحمن الرحيم. إخواتي وأحبائي وأصدقائي وأسرتي التانية، متابعي ومشاهدي قناتكم قناة أخوكم إيهاب الطوخي، أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا دلوقتي موجود في المكتب زي ما أنتم شايفين، ونازل دلوقتي متوجه إلى عيادات العربي التخصصية لتوقيع بعض الكشوف كده. دي مبادرة من جهة العمل، جهة عملية المحترمة نقابة النسيم الألوهية، اللي بفخر وبعتز وبأشرف بالعمل بيها والانتماء إليها. وإن شاء الله بإذن الله أنا نازل دلوقتي وهستأنف الفيديو لما أوصل إن شاء الله إلى مكان العيادات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دلوقتي متوجه إلى خارج محل العمل بنقابة المهندسين بالألوية، اللي زي ما قلت بشرف وبفتخر وبعتز بالعمل بها، متوجه إلى عيادات العربي التخصصية لتوقيع الكشف الطبي. وانا مش متوجه للعيادات من تلقاء نفسي، لكن زي ما انا قلت دي مبادرة طيبة من جهة عملي المحترمة، فكل الشكر والتقدير والاعتزاز لجهة العمل المحترمة نقابة النسيب الجوية، ولمجلس النقابة المحترم بشكل عام، ولهيئة المكتب بشكل خاص، اللي بصراحة حققوا في خلال الفترة اللي فاتت، ودي كلمة حق لازم أقولها، إنجازات كبيرة تحسب ليهم ولا زالوا. نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. أنا دلوقتي خارج، السلام عليكم، دلوقتي خارج النقابة وفي انتظار الزملاء عشان نتوجه مع بعض إن شاء الله إلى العيادات. وإن شاء الله نستأنف الفيديو فور وصولي بإذن الله.